تسببت المعارك في الجهة الجنوبية الشرقية من محافظة تعز بإرباك طريق السير أمام المسافرين من أبناء هذه المناطق. هنا في طريق مديرية القبيطة الواصل بين محافظتي عدن وتعز عشرات المركبات عالقة على طول الخط، ففي بعض مناطقها ذات الوعورة الشديدة يضطر المسافرون وسائقو هذه المركبات العبور منها عبر تفرعات غير معبدة، كما هو حال الطريق الرئيسي الذي اتخذه المواطنون بديلا طارئا. يأتي ذلك عقب انقطاع طريق مديرية حيفان جنوبي شرق تعز جراء المعارك الدائرة هناك بعد انقطاع الطريق الرئيسي عبر منطقتي الراهدة وكرش. وبالإضافة إلى القتال الذي تشهده هذه الجبهة، فقد فجرت الميليشيا عددا من العبارات في هذه المديرية في محاولة منها لوقف تقدم المقاومة، خصوصا بعد شنها هجمات عدة على الميليشيات في الأسابيع الأخيرة، كما ذهب عناصر من الميليشيا إلى زراعة الألغام في هذه الطريق. يظل المسافرون في هذه المحافظات يتجرعون ويلات السفر ومشقات الطرق الوعرة، طامحين في قضاء أعمالهم ومهامهم بين هذه المحافظات، والتواصل بأسرهم رغم الصعوبات ومخاوف الطرق التي كان سببها حرب الميليشيا في أكثر من منطقة تخوض فيها حروبها.